ثابت كيف سيفيد مودست الأهلي على المستوى الرقمي؟ نتكلم على الارقام بقى بتاعه الفرنسي انتوني مودست. يمكن نستعرض ارقامه في كل الدوريات اتفضل. اللي لعب فيها. اول حاجه هو لعب في الدوري الالماني، نبص على الدوريات اللي لعب فيها وحجم الدوريات. الدوري الالماني لعب 290 مباراه، احرز خمسة قدامنا الارقام اهي، احرز 85 هدف في 209 الدوري. مباراة. 209 مباراه في الدوري الالماني، احرز 85 هدف. 85 هدف في الدوري الالماني ده رقم كبير قوي، وعامل 17 اسيست. الدوري الفرنسي 136 مباراه لعب فيه، جاب كام جون؟ 31 جون و8 اسيست. الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه 37 ماتش، احرز 20 جون. كاس المانيا 21 ماتش، جاب 13 جون. الدوري الصيني ده ياكد لك ان هو برده نجح في اكتر من دوري، الفرنسي والالماني، يعني حته التاقلم دي برده نقطه تطمنك ان هو نجح في اكتر من دوري. الدوري الصيني جاب 11 جون و4 اسيست. كاس الرابطه الفرنسيه 11 لعب 11 مباراه، جاب 4 اهداف و3 اسيست. الدوري الالماني الدرجه الثانيه 10 ماتشات، جاب 6 اهداف. كاس فرنسا برده جاب فيه 3 اهداف. حتى الدوري الانجليزي لعب فيه 9 مباريات، عدد اقل دوري لعب فيه اقل. هات الصوره اللي بعدها. الدوري الانجليزي هتلاقي لعب فيه 9 مباريات ما جابش ولا جون. دوري ابطال اسيا، دي حاجه برده بتقول اللاعب ده لعب يعتبر في حته في دوري ابطال اسيا اللي هو تبع الصين يعني، تمام. جاب لعب 7 مباريات، احرز 3 اهداف وصنع 3. دوري ابطال اوروبا لعب 7 ماتشات، لعب في كاس الصين ولعب في تصفيات دوري ابطال اسيا. لما تلاقي الاجمالي العام ان هو لعب 478 مشاركه، احرز 178 هدف وصنع 38. طب تفاصيل الانديه اللي لعب فيها، هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي ان هو لعب في كولن الالماني. اكتر نادي لعب فيه مودست هو كولن الالماني، 157 مباراه، احرز معاهم 79 هدف مع كولن الالماني، اكتر نادي لعب فيه وجاب اجوان مع كولن. يليه هوفنهايم الالماني 62، احرز 23. بوردو الفرنسي جاب معاه 15 جون. نيس الفرنسي جاب معاه 5 اجوان. انجي الفرنسي جاب معاه 21 جون. باستيا الفرنسي جاب 17 جون. تنجاين الصيني، وده على فكره ليه حاجه، ان هو اغلى سعر وصل ليه مودست كان سنه 1/7/2018 لما راح الدوري الصيني، راح ب 29 مليون يورو. 29 مليون يورو ده رقم كبير جدا. بروسيا دورتموند لعب معاهم 28 مباراه، جاب جونين. بلاك بيرن الانجليزي لعب معاهم 9 مباريات ما جابش حاجه. سانت تيان برضو لعب معاهم 8 ماتشات. هات برضو ارقامه في اخر موسمين، احنا اتكلمنا بشكل عام، تعال بقى شوفه في اخر موسمين هو عمل ايه في الدوري الالماني. ماشي. في الدوري الالماني لعب موسم مع كولن اللي هو كسر فيه الدنيا، جاب فيه 20 جون، وكان بينافس هالاند، وكان بينافس يعني بينافس ليفاندوفسكي اللي هو المهاجم الكبير طبعا، هداف بايرن ميونخ ودلوقتي في برشلونه. طبعا هات الارقام اهي، دي ارقامه الاول، هنقارن ما بين بروسيا دورتموند السنه دي اللي هو الموسم الاخير ده والموسم قبل الاخير مع كولن. لعب مع بروسيا دورتموند 19 مباراه، لعب اساسي 7 ماتشات، احرز هدفين مع بروسيا دورتموند، منهم هدفين بالراس. بالراس دي بياكد لك انه بص راس ماله ضربات الراس احسن حاجه فيها جوه الصندوق. والجون منهم يا كابتن بروسيا دورتموند ده كان خسران من بايرن ميونخ 2-1، والهدف ده كان في الدقائق الاخيره من المباراه والملعب اتقلب بسبب الجون ده. المحاولات الصحيحه على المرمى مع بروسيا دورتموند 23 محاوله، 23 محاوله منهم 10 صح. ايوه. فاز بالتحامات هوائيه 33 التحام مع بروسيا دورتموند بنسبه نجاح 47.14%. فاز بالتحامات ثنائيه 44. انا جايب ارقام للالتحامات تحديدا عشان نشوف العنصر البدني بتاعه. الناس اللي بتقول كبير في السن او بتاع، طب تعالى شوف تقييم، واخد كام في الدوري الالماني؟ 9.7/10. 9.7 مع بروسيا دورتموند. ده انت اللي قايل كده ولا لا؟ ده تقييم المواقع الاوروبيه. انا عارف، انا عارف. بعد الخطوبه قاعد بقى يجلجل بعد وانت قاعد كده في قاعد في الكوش عمال تقول لهم كذا. لا انا بروسيا دورتموند ده الارقام مع بروسيا. ارقامه مع كولن، تعالى بقى هات الصوره اللي فاتت تاني مع كولن، جاب 20 جون في 31 مباراه كاساسي، لعب 31 مباراه. اعتقد ده افضل وقت يعني، وده من الاوقات الرائعه للرابع هداف الدوري الالماني كان يعني. هات الصوره اللي بعدها اوريها لك. وعلى فكره احنا عشان ليه ثابت بيستعرض الحته تحديدا بتاعت الموسم قبل اللي فات يا كابتن اسلام، لان في كرة القدم وفي الآخر تتكلم كان وقتها 33 سنة، يعني لو الناس تتكلم عن كبر السن صح. هو وقتها كان 33 سنة في الدوري الألماني مع فريق كولن، فريق مش بينافس يعني، فريق وقتها أنهى سابع الدوري على ما أعتقد، رابع هداف الدوري. فالنهارده يا جماعه الامور ابسط من ان احنا نختزل صفقه كامله
فاصل هو عنده 35 سنه. كان قال لك قبل ما تكمل، اذا كان قال لك انا لسه كنت بحكي مع احمد عادل مره في الدرجه الرابعه مع حضرتك، قال له يعني انا دلوقتي لو انا بلعب كوره والنادي الاهلي مثلا الفتره الاعداد بتاعته هتبدا بعد شهر وانا عايز اتمرن شويه، انا هروح اتمرن في الاولمبي. صح، اقرب نادي لبيتك. نعم، اقرب نادي لبيتك مثلا، ده يعني طبيعي يعني. فده يعني والله ناس غريبه جدا. لكن يلا هات الصوره اللي بعدها بقى. بص حضرتك ده في الموسم اللي هو اللي قبل اللي فات كان بينافس مين. لا قلب هات الصوره اللي بعدها كمان، هتلاقي في الصوره اللي هو هتلاقي فيها ليفاندوفسكي وفيها هالاند. هات قلب الصوره كمان، ماشي، هتلاقي فيه اللي بعدها برضو، هتلاقي ان هو كان بينافس هالاند. دي برضو الخريطه الحراريه، جايبين خريطه تحركاته، هنلاحظ ان تحركاته برضو بيتحرك جوه الصندوق وبره الصندوق. كان اكتر طبعا جوه الصندوق، لان دي حاجه ما تميز لانها محمره اكتر جوه الصندوق، ده مع كولين ومع ايه، مع بروسيا دورتموند. هات الصوره اللي بعدها، بص بقى بينافس مين اهو. بص حضرتك اكتر لاعب احرز اهداف في الدوري الالماني اللي هو الموسم اللي قبل اللي فات ضربات الراس، من ضربات الراس هيد بولز، كان مودست جايب 10 تجوان، ليفاندوفسكي 6، تخيل هالاند رقم 5 3. كان لسه صغير طبعا هالاند في الفتره دي، وقتها في الموسم ده كان يعتبر رقم قياسي. فكره ان لعيب يجيب 10 اهداف تجوان بالراس، كان رقم قياسي ما اتعملش من 2004 2005، يعني شبكات اللي هي الاحصائيات في العالم زي اوبتا احتفت بيه واتكلموا وكتبوا يعني زي تغريده مخصوص كده، لان ده كان رقم قياسي في ذلك الوقت. هات الصوره اللي بعدها برضو، كمل، هتلاقي برضو بص ده عدد المحاولات اجمالي اكتر اللعيبه في الدوري الالماني اللي عملت محاولات على المرمى. ليفاندوفسكي الاول 161، الثاني مودست 107، بص هالاند رقم 7 80. يعني كان بيتفوق على هالاند في الموسم ده وبيتفوق على سانيه. هات الصوره اللي بعدها برضو، ده بقى ترتيب الهدافين بعد كده، هتلاقي ان هو في ترتيب الهدافين هو رقم 4، يعني الرابع مكرر، جايب 20 جون، كان الاولاني ليفاندوفسكي والثالث هالاند اهو، وهو كان رابع هداف الدوري الالماني. فانت بتتكلم في لاعب كان رابع هداف الدوري الالماني السنه اللي قبل اللي فاتت، السنه اللي فاتت ديت كان بيلعب في بروسيا دورتموند، ان شاء الله اعتقد ان هو هيكون اضافه كويسه جدا. فكرة هو لما راح بروسيا دورتموند زي ما ثابت قال كده، وراح عشان يعوض اصابه هالر وقتها بالكانسر.